معايا بغدادي من مصر في اول اتصال. بغدادي اهلا بيك. الو السلام عليكم استاذ احمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. والله يا استاذ احمد انا عايز اتكلم بخصوص البروتوكول اللي اتعمل، بروتوكول الاطباء اللي اتعمل ده بعدم فحص الاطباء. يا دكتور، يا استاذ احمد، عندنا الدكتور عبد الناصر حسن رئيس قسم نقيب العلاج الطبيعي في مستشفى الاقصر العام توفى بكورونا، وعندنا النهارده رئيس قسم الباطنه في المستشفى الدولي توفى. يا استاذ احمد، الدكاتره بيتوفوا وما بالك بالمواطنين؟ يعني حرام اللي بيحصل فينا ده بامانه. ويقول لك عملوا بروتوكول للاطباء بعدم الفحص للمخالطين ليهم، طب ما بيموتوا، مين هيعالجنا احنا؟ احنا هنلاقي مين عالجنا؟ نعم، ما ده الكلام بقى. ألو. اذا كان الطبيب نفسه اللي بيعالج مش امن، ما بالك بالمواطن اللي محتاج علاج؟ الطبيب بيموت من قله العلاج ومن الاهمال، امال المواطن هيحصل فيه ايه؟ ايوه يا استاذ احمد، ده ودول ناس مين؟ ده مدير المستشفى، مدير المستشفى العام، والتاني ده رئيس قسم الباطنه في مستشفى الاقصر الدولي. يعني دي ناس كبار في 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 في, في القيمه او القامه. يعني ما بالك بالمواطن البسيط هيعمل ايه؟ سؤال محترم جدا يا استاذ بغدادي، بشكرك جدا. يا جماعه، اذا انتوا بتقولوا ان الطواقم الطبيه ما يتمش التحليل ليها بشكل دوري على عكس الدنيا كلها بتعمل تحاليل بشكل دوري للي بيخلطوا المرضى، ما بالك الطبيب والممرض؟ المفروض يكون عندهم مثلا كل 15 يوم، كل شهر. انما احنا في مصر بيقول لك لا، ما خلاص بقى، يعني هو بيعالجهم بقى، احنا لا هندور عليه كمان؟ طب ما هم بيموتوا في الاخر. طيب، ام طارق معايا من مصر، اهلا بيكي. حضرتك اهلا وسهلا. صوتك بعيد قوي يا ام طارق، مش سامعك بصراحه. يعني ليه كده؟ بقول لك يا استاذ احمد، انا بقالي كتير ما بكلمش حضرتك، ما بتردوش عليا ليه بس؟ لا والله، يعني احنا بنرد على الناس كلها، انت عارفه. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك يعني بخير يا رب وسلامه، اتفضلي. والامه الاسلاميه كلها. بطلب يا استاذ احمد من الحكومه بتاعتنا يوفروا للناس، عشان مش عايزين الناس تنزل، يوفر لهم اكلهم وشربهم وعلاجهم، مش عمالين يقبضوا على الناس ويعملوا الناس وخلاص، عمالين يقامع على الناس، والناس دي بتنزل عايزه تاكل وعايزه تشرب وعايزه تتعالج. يعني هو ده تفكير؟ يعني ده طب بتوفر زي كل الدول المحترمه بتعايش شعوبها في رخاء وما شاء الله عليهم كل حاجه، الاكل والشرب، والناس اللي في معاشات ما بيروحوش، بيجيهم المعاش لغايه البيت، واحنا فين في ده كله؟ احنا عمالين بس ماسكين، والله يا استاذ احمد شايفاهم في السوق ماسكين العصيان كده، ماسكين العصيان شوم كبير اللي هم بتوع البلديه ولا بتوع الحكومه، ويضربوا الناس. والله يا استاذ احمد حاجه مهانه، عمالين يهنونا. طب ما توفروا لنا يا جماعه، الناس دي قاعده تاكل، بتنزل غصب عنها. الناس بتقول مش مشكله اموت بكورونا، اموت بكورونا بس اكل واشرب واكل عيالي، وربنا كبير. يعني انا نفسي بنزل ومفيش اي حاجه، انا بالنسبه لي مفيش اي حاجه الحمد لله، ولا اعرف حد جاله كورونا اساسا، ومخليها على الله. فالناس ونعم بالله ام طارق، يعني احنا كمان ناخد احتياطاتنا ونعمل دورنا ونعمل الواجب اللي علينا. اما الحكومه فانا من اول يوم في كورونا لما اتكلمنا فيه، وكان بيتقال لنا ما تتكلموش عن كورونا واحنا هنقلب بقى له كورونا ولا ايه، وكان اللطافه والخفافه دي، احنا قلنا ما تعولوش على الحكومه يا جماعه، اعتبروها مش موجوده وخدوا بالكم انتم من صحتكم ومن نفسكم. شكرا يا ام طارق. ام ليلى من مصر، اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. السيسي عايز يعمل بلوه كبيره قوي على فكره، عايز يعمل القطيع، ان هو يسيب كل حاجه واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش. ويا ريت هو ده بس عايز اقول لك ام ليلى، ويخلي باله من نفسه. ام ليلى عفوا، يعني حتى سياسه القطيع دي او حصانه القطيع بيستلزم او محتاجه لمستشفيات تكون مؤهله عشان الحالات اللي ما فيش تقع. احنا بنصحى فالمصريين يخلوا بالهم من نفسيهم بقى. يعني احنا هنلف ونرجع لمساله ان المواطن لازم يخلي باله من نفسه،
ما حدش ايوه ما عشان هم عايزيننا نموت اساسا، فمش فارق معاهم بقى يعني. هو مموت الناس في الشوارع بالالافات يعني، هيفرق معاه انه يموتنا بالمرض؟ شكرا ليكي. بس استني يا ليلى، عفوا، انت بتثقي في الاعداد اللي بيقولوها كل يوم ولا لا؟ لا طبعا، لا طبعا، لا مش مصدقه. انا مصدقه اول رقم اتسرب اللي هو 19000 من شهرين. من شهرين بس، احنا النهارده لسه بنتكلم في 10000 فيه. طيب بشكرك جدا يا ام ليلى. هو ليه الدول بتعترف يعني؟ لما يطلع الامريكان يعترفوا ان عندهم 1,300,000 ولا، ويطلع مش عارف مين، هو ده مش عيب يا جماعه؟ مش عيب ان احنا يكون عندنا فيروس ويكون عندنا مرض؟ العيب ان احنا نضحك على الناس، العيب ان احنا ما نعالجش الناس، العيب ان احنا ما نحذرش الناس ونقول لهم ايه، هنرجع الحياه لطبيعتها. هتفتحوا الجوامع يعني؟ ما هو ده اللي فاضل بس يعني، الجوامع والمدارس. ام مهاب معايا من مصر، اهلا بيكي ام معاذ. عفوا ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا ام معاذ، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا ام استاذ احمد، ربنا يخليك، اتفضلي. والله يعني انا شايفه انه لا حول ولا قوه الا بالله، يعني هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. الدنيا طبيعيه وكل حاجه زي ما هي، والحاجه ماشيه، هي بس الجوامع اللي مقفله، هي بس الدنيا بس ده اللي واقفينه. وبيقولوا ان عايزين يرجعوا الحاجه زي ما هي بعد العيد والدنيا تمشي. البلد ده ماشيه يا استاذ احمد، هيرجعوا ايه ويقفلوا ايه؟ ما هي ماشيه، ما هي ماشيه يعني، ما وقفتش، ما تقفلتش، ما شفناش حظر، ما حصلش، كله كلام بس يا استاذ احمد. الحقيقه غير اللي بيحصل، نخليها ماشيه. طب انت شايف ان هي ما هي لو هي ماشيه كويس تمام، مفيش مشاكل. لا ما قلتش كويس يا استاذ احمد، ما قلتش ماشيه. لا انا هسالك، ده انا بسالك، بقول لك لو انت شايف انها ماشيه، لو ماشيه كويس ماشي، بس هي ماشيه والدنيا طبيعيه ولا ماشيه واحنا بنلعب قمار بحياه الناس؟ بنعاني طبعا، بنعاني وبنامر بالناس فعلا صح. والدنيا ما هو اللي بيتقال غير اللي بيحصل يا استاذ احمد، احنا عارفين ده من زمان، هو مش جديد علينا. ما هو اللي بيتقال غير اللي بيحصل، كلام بيتقال بس، لكن الواقع حاجه ثانيه خالص، ومحدش شايف الواقع ولا لمسه غير الناس اللي ماشيه في الشوارع، الناس اللي عايشه في نفس المكان، الناس اللي بتعاني. بس مين بقى؟ محدش بيسمع. ربنا يعيننا، ربنا يرحمنا برحمته يا استاذ احمد، ويرفع الغمه يا رب عنا، ونعم بالله، ترفع الغمه الحقيقه، ونعم بالله. بشكرك يا ام معاذ. معايا اتصال من مصر، محمود معايا. ده محمد يا استاذ احمد. اهلا يا استاذ محمد، معلش سامحنا، اتفضل يا محمد. كل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك بخير وسلام يا رب. بألف خير إن شاء الله. وحضرتك بخير وسلام، اتفضل. أيوة يا فندم، سامعني حضرتك؟ أنا سامعك، اتفضل. طيب، أنا كنت كلمت حضرتك قبل رمضان وقلت لك آية، قلت لحضرتك آية قرآنية، وقلت إن 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 الشعب المصري هيفوق على كارثة، فاكر حضرتك؟ طيب تمام. واخد بال حضرتك؟ احنا دلوقتي فين؟ في الكارثه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بس فعلا في حضرتك نوعيه من الشعب لسه فعلا عايشه في غيبوبه تماما. في نوعيه من الشعب لسه عايشه في غيبوبه تماما. لسه بتصدق طبيب الفلاسفه، ولسه بتصدق وزيره الصحه اللي ما كانتش عايزه تخش علمي وعايزه تخش ادبي. حضرتك بقى بتقول ايه؟ حضرتك كنت بتقول ايه؟ معلش عشان انا ما كنتش مركز، مش سامعك حضرتك. لا انا ساكت، انا بسمعك، وانا ساكت بسمعك، ما اتكلمتش، ما قلتش حاجه. تمام. يعني ما انا بقول لحضرتك دلوقتي احنا في كارثه، في كارثه. بتقول حضرتك الدول بتصرح ليه انهم عندهم كورونا؟ بقول لحضرتك الدول بتصرح، انت بتقول حضرتك ان الدول بتصرح بتقول ان احنا عندنا مليون، عندنا، عشان اصلا دي دول. عشان اصلا دي دول، احنا تقريبا انت شايف ان احنا كمان زي ما قال السيسي، دي دول، ان احنا دي دول، شبه دي دول حضرتك هتساعد شعوبها، هتساعد شعوبها. يعني لما استغاث في السويد مواطن تركي. ايوه. لما استغاث المواطن التركي في السويد بنته، راح طيارة جابت مواطن. مش احنا بقالنا شهرين ثلاثة العالقين على مستوى العالم، المصريين مرميين، ويطلع عمرو أديب
يقول لك اللي عاجبه يجي واللي مش عاجبه يجي. أي كلمة حضرتك وفي في هذا الشهر الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد بشكرك جدا. والكلمة أنا عارف إن المواطن اللي بيقولها من الحجر الصحي بيتكلم بلسان كل المصريين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومجرم، والناس اللي بتتعامل بالاستهانة دي بأرواح المواطنين المصريين.